شو الوضع؟ كل شي صار تمام؟ كله تمام يا بيك. ايه حلو كتير، ممتاز. رح نبلش بالشوط الثاني والشاطر رح يربح. بابا، قدرت حدد مكان موبايل كرم. كثير منيح، يلا قلي وينه. دقيقة شوي بابا، بدي خبرك عن شغلة قبل. موبايل كرم موجود بمنطقة معينة، بس مبارح ضل موبايله بمنطقة تانية فترة طويلة، قلت لازم قلك. دلني على المكان اللي موجود فيه الموبايل واعطيني العنوان. تمام. ليك ابني، أنا رح أخذ الرجال وروح لهنيك فورا. ممتاز، هيك منيح، وأنا رح روح شوف المكان اللي ضل فيه كرم مبارح، بلكي بلاقي شي. تمام يا ابني. بابا، بدي أقلك إنه هاد ممكن يكون فخ. بجوز تكون لعبة من ألاعيب قدرته، هو ساوى هيك شي من قبل. يعني خلينا ننتبه منشان ما تكبر المشكلة. يكون شو ما يكون يا ابني، إذا كان في احتمال صغير لاقي مصطفى فأنا رح روح لو شو ما صار. لازم أعمل هيك. داود، مور بابا. بتروح وبتجمع كل الرجال، بدنا نروح. أمرك بابا. شو صار جلال؟ في أخبار جديدة؟ اللي رح ترجع مصطفى؟ لقينا مكانه هلأ وبدنا نروح ندور عليه. اطمني إذا كان مصطفى هنيك رح أجيبه وأرجع. عمل كل جهدك، ابننا لازم يرجع. بابا انتبه على حالك لو سمحت. لا تشغلي بالك، وانتو كمان ما تطلعوا برا البيت. تمام بابا. انتبه. ايه؟ انتبه على حالك جلال. يلا بس جيبي لي المانطو. مع السلامة. وينو؟ يلا رح جيبه. داود، خلي كم واحد من الرجال لا يحموا البيت. قلن ينتبهوا منيح. تمام بابا، لا تشغل بالك، خليكن هون وانتبهوا منيح. ايه امرك اخي.